وقعت واتكسرت رجلي وفضلت في الجبس 3 أشهر بسبب المزيكا؟ بسبب المزيكا. ازاي؟ الأستاذ عبد الوهاب. كان الأستاذ عبد الوهاب سهران في الزقازيق بيغني في بيت صديق له اسمه الدكتور بدر، وكان منير ابن خالتي الكبير قال لي واتفق معايا انه هيساعدني على التزويغ من البيت بعد الكل ما يناموا، زي ما كان بيعمل اكتر الليالي اما يكون بغني في اعداده مع اصحابه ولا فرح حد معرفته. لما عرفت ان الاستاذ عبد الوهاب هيغني في الزقازيق ما جاليش نوم قبلها بليله، ورحنا عند بيت الدكتور براده وقفنا في الشارع نسمع الاستاذ عبد الوهاب من بعيد مع ناس كتير وعيال وكبار وهيصه، لكن يظهر اني ما جاليش صبر ودقيق اتشعبطت على الشباك. لا لا استنى شويه، منير ابن خالتك بيقول غير كده؟ بيقول ايه؟ اسمع، كنا ناس كتير واقفين نسمع عبد الوهاب في الشارع، لكن عبد الحليم كان من صغره طموح ما استكفاش انه يسمع عبد الوهاب، لا لازم يشوفه ويسمعه من قريب، حاول يزور ويخش من الباب قفشوه. قلت له كفايه كده مفيش فايده، عاوز يتشعبط على الشباك ونص جوه شباك عادي. يعمل ايه؟ شاف شجره قريبه من الشباك طلع عليها وعاوز يشوف عبد الوهاب بعينيه، فلما شاف عبد الوهاب من فرحته عاوز ينط في الشباك، راح ماسك وقع على الارض وفقت لقيت نفسي في المستشفى. والله لا يوريك 3 أشهر ورجلي في الجبس، لكن الحقيقة ما كنتش زعلان قوي ان رجلي اتكسر، كانت فرحتي باني شفت الاستاذ عبد الوهاب وسمعته شغلان ليل نهار، وعشان كده كنت نازل غنى في المستشفى والدكاترة هددوني انهم هيخرجوني قبل ما اكمل العلاج علشان ابطل اغني مش ممكن. خرجت من المستشفى وخالي طبعا عارف الطريقة اللي كنت بزور بيها، فمنعني من الخروج خالص من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، لا سينما ولا فسح ولا غيره. استحملت كام يوم كده والاخر ما قدرتش، فتحت الحصالة بتاعتي وخدت الفلوس اللي فيها وخدت شحاتة ابن خالتي اخو منير الصغير، واجرنا عجلتين وطفشنا على مولد ابو مسلم اللي بيبعد عن الزقازيق اكتر من 30 كيلو، وقعدنا هناك المفروض كنا نقعد يعني ساعة ولا 2 ولا حاجة، قعدنا يومين بنعليهم نخش الدافع ونسمع الغواب ونتفرج على الحاوي، وفي البيت قلبين الدنيا علينا من ناحية وصاحب العجلتين من ناحية تانية. وبعدين رجعت ازاي؟ رجعنا بذات بتاع العجل ما تعرفش مين اللي قال له اننا في المول، فحصلنا وقفشنا وخد العجلتين والفلوس اللي فضل، ومش بس كده رقعنا علقه وقلعنا الشيكتات بتاعتنا كمان. اما رجعت البيت ازاي؟ رجعنا البيت بطريقه لطيفه بقى. الطريقه اللطيفه اللي رجعنا فيها من المولد كانت عربيتي الاسعاف وقع عليا عرق خشب من بتوع الخيم اللي في المولد، واتكسرت رجلي الشمال، ومش كده وبس، حصل لي شرخ في العمود الفقري، وطبعا رجعت المستشفى، لكن المرة دي مش رجلي في الجبس وبس، لا، 7 شهور نايم على ظهري من غير حركة. الحقيقة 7 شهور دول كانوا أطول من 7 سنين.